نعم، الجولة على أبرز المحطات الفنية والثقافية. ومن بعد ما قدم عمله على مدى ليلتين بيستعيد الزميل ميلاد حتشيت عرضه التحفيزي يلي بيحمل عنوان صار وقتها أو The Moment. عرضه هو الأول من نوعه، بيحكي عن عيش اللحظة بطريقة إيجابية. إخراج داني بستاني. الموعدين الجديد هن ب 13 وب 15 أيار على مسرح الجميزة، والبطاقات بليبراري أنطوان. منتابع مع أخبارنا، وتحت عنوان مينا رح يجتمعوا اللبنانية تراز سليمان وصوفيا بورتوغال من البرتغال بمشروع موسيقي بقدمه خلاله العلاقة يلي بتربط الإنسان بالحب وبالطبيعة. نهار الجمعة بكرة 6 أيار 8:30 المساء على مسرح دوار شمس بالطينونة، وبنسمع من تراز سليمان. بأخبارنا أيضا، دكتور جمال أبو الحسن بيدعي للمشاركة بحفل إطلاق ألبومه الجديد يلي بيحمل عنوان سيمفونيك كولرز بالتعاون مع الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية ولجنة جبران الوطنية وبرنامج زكي نصيف للموسيقى. الموعد الجمعة 13 الشهر الساعة 6 المساء، حيث رح بيكون التوقيع على مدى ساعتين وابتداء من الساعة 8:30 عرض للأوركسترا بمشاركة أكيد دكتور جمال أبو الحسن، وبيضوي أكثر على أرابيسك سيمفوني يلي رح يعزفها خلال هالحفل بكنيسة مار يوسف مونو بالأشرفية. نتابع مع أخبارنا إلى العروض الاستعراضية. عرض بعنوان Impossible Magic Spectacular، عرض لكل أنواع السحر بالإضافة لعرض بصري وسماعي رح بيرافق السحرة على المسرح، والعروض من 5 إلى 8 أيار على مسرح الفورم دو بيروت. مهرجان الربيع يلي انطلق الخميس الماضي بتابع فعالياته بدورته الخامسة، ونهار السبت المقبل عرض بعنوان في مقام الغليان أصوات من ربيع مختطف مع سليمان البسام ابتداء من الساعة 8:30 إذا نهار السبت 7 أيار على مسرح دوار شمس. منشوف سليمان البسام. انطلقوا بالعام 1976، واليوم منظمة أطباء بلا حدود بتحتفل بمرور 40 سنة على انطلاق عملها بمناطق النزاع من خلال مؤتمر صحفي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ببيروت، وبتعقدوا على مدى يومين. انطلق امبارح وبتابع اليوم بمشاركة باحثين أكاديميين وعاملين بالمجال الإنساني. بيتم خلاله عرض صور فوتوغرافية وأفلام قصيرة تتناول عمل 40 سنة، والمؤتمر عم بيصير بالجامعة الأمريكية ببيروت ابتداء من الساعة 10 صباحا. أكيد تحية لألهم على عملهم اللي عم بيكون بمناطق النزاع، ومننا أخبار الصباح الله يحميكم.
أعلنت جمعية مهرجانات بيروت الثقافية عن برنامج الدورة الأولى اللي رح تقام بين 17 و 22 أيار المقبل بواجهة بيروت البحرية. الافتتاح رح بيكون بعرض بصري موسيقي بعنوان رواية بيروت، بيستعيد بأحدث التقنيات أهم الحقبات التاريخية يلي مرقت على بيروت بمشاركة عزف موسيقي من فرقة موسيقية والموسيقي جي مانوكيان. هالأمسية رح تفتتح 17 شهر ورح تنعاد ب 18 و 19 أيار. بيروت بتنبض بمهرجانات بيروت الثقافية. بيروت بتنبض بتاريخها وبتروي روايتها بعرض بانورامي ضخم بأكبر دوم بالعالم. بيروت بتنبض بنجوم. بيروت بتنبض بشبابها. بيروت بتنبض بإثارتها بالموتور فيليج، ولأول مرة صوت محرك الفورمولا 1 رح يهدر بسما بيروت. إذا مثل ما لاحظتوا الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم بالإضافة لمحطات أخرى رح بتكون حاضرة خلال فعاليات المهرجان، ومنذكركم تباعا بأبرز مواعيدها. رح أختم مع عروض الأفلام. تقيم جمعية متروبوليس بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي بلبنان الدورة الثالثة من سينما البندقية في بيروت. التظاهرة السينمائية رح تنطلق مساء اليوم وبتستمر لغاية 9 أيار بسينما متروبوليس أمبير سوفيل بالأشرفية. الافتتاح إذا الليلة الساعة 8 المساء بفيلم بعنوان نون اسيري كاتيفو او دونت بي باد للمخرج كلاوديو كاليغاري. عم نشوف منه بعض المشاهد. انا لا غازا في هذا الريزورتي او تو فيستو دي ريفولي اما adesso non para bomba era bomba gori vittò ma che cazzo sono questi. لهون ممكن وصلنا لختام جولتنا على الأخبار والمحطات الثقافية. بيارات وأحوال طرقات. المؤهل الأول محمد معتوق من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على الخط لنأخذ منه تفاصيل عن حركة السير لصباح اليوم. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني اليوم في عجقة سير بس مش مثل العادة، حسيت شوي أخف اليوم، ما بعرف داخل الأشرفية صباحا هيك كان الوضع. داخل العاصمة يا بابا هي عنا حركة أخف من الأول، بس عنا نحن عم داخل العاصمة ضغط اليوم، في ضغط شوي زيادة عن باقي الأيام. يعني عنا الحركة الناشطة قوية جدا، خاصة الخط النازل من الشمال بلش عنا من هيك الشوارع بيروت فاضية. نعم، عنا حركة ناشطة بتبلش من المول دبي النقاش أنطلياس باتجاه نهر الموت الفرم دو بيروت. عنا حركة كتير ناشطة خاصة على الخط الرئيسي الأوتوستراد والطريق البحرية. نعم. عنا الجنوبي عنا كمان في نقوله ضغط سير، خاصة يعني تبلش عنا حركة عجقة سير من خلدي، يعني أفران شمسين باتجاه أنفاق خلدي والشويفات والأوزاعي. نعم. هذا المحور. معنا عواك إنما حركة ناشطة خاصة للسيارات. الخط نازل من جبل عنا حركة ناشطة على كوية الكحالة. كمان عنا حركة ناشطة بسبب حادث سير، فينا نقول ضغط سير، حادث صدم صباحي صار بين المدرسة الحربية والصياد. نعم. بالنسبة لداخل العاصمة عم تشهد حركة ناشطة خاصة كورنيش مزرعة مارلياس برج المر باتجاه الحمراء، وبضواحي العاصمة عنا الصالومة نزلت جسر الواطي باتجاه الفيات. خط الرئيسي جاليريس معانا صفير الحرس باتجاه شويفات والدكماني حركة على هذا المحور. نعم. هذا بالنسبة لحركة السير ضمن بيروت وضواحيها. خلال 24 ساعة صار عنا خمس حوادث نتج عنهم 8 جرحى وثلاث قتلى، للأسف ثلاث قتلى. الحادث اللي هلأ صاير على الكحالة هو الحادث هذا حادث صدم جروحه طفيفة. صار عنا ثلاث قتلى، انكلاب سيارة وانكلاب الاتيفي وتدهور سيارة، أو ثلاث نتج عنهم ثلاث قتلى. نعم، انقلاب اتيفي يعني كان عم ينسى يمكن. نعم. بطرقة جبلية ويمكن. نعم. بلا حماية لبيضات قلبت في الاتيفي فتوفى على الفور. كمان عنا بالقلعة تدهور سيارة، انكلاب سيارة كمان توفى غير على الفور، وبالسعدية تدهور سيارة كمان
أدى نعم. إلى وفاته. نعم. بالنسبة لمحاضر السرعة في عنا زيادة امبارح، عنا 1003 محاضر سرعة زائدة تنظم امبارح ال 24 ساعة هذا. نعم، بالنسبة للأعمال في أعمال شيء هلا على لا لا أعمال ببيروت الضوحيها ما عندنا أي شيء لحد الساعة. أوكي. ونتمنى على المواطنين إذا بيحبوا يتواصلوا معنا أي عندهم مشكلة في عنا على خط هوت لاين 1720 أو عبر غرفة عمليات كوالا من الداخل 112. أوكي. أو عبر تويتر. أوكي. نحن بعد أيام قليلة رح نشهد على انطلاق الانتخابات البلدية، في تدابير إجراءات معينة؟ أكيد، نحن التدابير بتبلش من الجمعة مساءً لنهار التنين، من الجمعة مساء لنهار التنين. نعم. وشو رح بتكون التدابير؟ يعني منع وقوف سيارات أو؟ أكيد، خاصة بأماكن الاقتراع بده يكون في تدابير استثنائية، وأماكن تجمع صناديق بده يكون كان في أماكن استثنائية، وتسهيل لمرور المواطنين على عبر الطرقات اللي بده يكونوا يسلكوها لهونيك. هلا بحلقة بكرة بناخذ منكم التفاصيل كلها. بنتشكرك المؤهل الأول محمد معتوق، وبنتمنى لك نهار خميس حلو. رح نتوقف هلا مع فاصل تاني، ومن بعده منتابع أخبار الصباح لليوم. ضلكم معنا.